بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الأحبة، بنات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله. من أجمل البدايات النظافة، صدقوني لا بد منها قبل أي لقاء، قبل أي توافق، قبل أي تعاشر، قبل أي شيء. النظافة أمر بها الله سبحانه وتعالى وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. نحتاجها لأنها تقينا من الأمراض، فإهمال النظافة يجعل أجسادنا عرضة للإصابة بكثير من الأمراض. أولها نظافة اليدين قبل تناول أي طعام، لأن الأيدي كما تعلمون هي التي نستعملها في السياقة، في العمل، في ارتداء الأحذية، في أي شيء. فالأيدي هذه ينبغي أن تكون نظيفة قبل تناول الطعام، وخاصة نحن في مجتمعاتنا المسلمة الشرقية كثيرا ما نأكل بأيدينا، فلا بد أن تكون هذه الأيدي نظيفة. من النظافة أيضا نظافة الفم والأسنان، فتعلمون ما أكثر أمراض الفم، وخاصة ما يصيب الأسنان من نخر وتسوس وآلام، ونفقد بسببها كثيرا من أسناننا، ونذهب بعدين لأطباء الأسنان. كل هذا يدعونا إلى نظافة هذه الأسنان، وما في يمكن دين أو وصية مثل وصية الإسلام بنظافة الأسنان. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء كان يبدأ بعد دخوله البيت، قالت رضي الله عنها بالسواك، يبدأ بالسواك رأسا، نظافة الأسنان، حتى ما يصدر عن الفم إلا كل رائحة طيبة. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، لأهمية نظافة الأسنان ووقايتها من كثير من الأمراض. كثير من أمراض القلب، هل تصدقون أنها بسبب التهاب اللثة؟ اللثة التهابها قد ينتقل إلى القلب ويسبب أمراضا للقلب، وأمراض القلب من أخطر الأمراض المميتة. ليس هذا فقط، أيضا العلاقات مع الآخرين، وخاصة بين الزوجين. جاءتني مرة زوجة مع زوجها يستشيراني في خلافاتهما، وكعادتي أطلب من كلا الزوجين أن يجلس في الصالة قليلا لأسمع من الزوج الآخر بحرية، حتى يتكلم بأشياء لا يستطيع أن يتكلمها أمامه. فكان أن خرج الزوج أولا وجلس في الصالة، فصارت تشتكي لي هذه الزوجة ما تشتكيه في زوجها، وكان مما ذكرته لي أنها تشتكي في زوجها رائحة فمه. قلت لها هل أخبرتي؟ قال لها والله أستحي، ما أقدر أقول لها أنه ريحة حلجك مو زينة، فأصبر، لكني أتضايق، يأتي ليقبلني فأكره أن يقبلني. قلت لها لكن يجب أن يعلم، هو معذور، ما يعلم الإنسان، ما يشم رائحة فمه. قالت شو سوي، شلون أسوي؟ إلا يعني اذهبي معه إلى طبيب الأسنان مثلا، وقولي له أنا يعني أكيد أسنانك تحتاج إلى علاج وكذا، وهناك عند طبيب الأسنان قولي له يا ريت تفحص زوجي، يمكن أحسن مدام جاء، قولي لزوجك خلي يشوف حلجك، يمكن يكون في شيء تحتاجه. كوني أنت أخبرت الطبيب قبل وقت أنه ترى زوجك هيك هيك ويستحي، أو أنك تستحين من مفاتحة زوجك. هذه من الوسائل التي يمكن بها أن تعالجي زوجك. الذي أخرج به من هذه الحكاية الواقعية، هذه الاستشارة، أن نظافة الفم والأسنان أمر مهم جدا، صحيا، اجتماعيا، كما ذكرت لكم حتى زوجيا بين الزوجين، أيضا هذا من الأمور المهمة، فعلينا أن لا نهملها. وعندما يتحلى الزوجان الأبوان بهذه النظافة ويحرصان عليها،
سيتعلم أيضا أبناؤهما وبناتهما منهما، فينظفان أنفسهما وأنفسهم وأفواههم، ويهتموا بتفريش أسنانهم قبل أن يناموا على الأقل مرة واحدة في اليوم، فإذا كان بعد كل طعام بيكون أفضل. كما ذكرت، الأطباء يشيرون إلى كثير من الأمراض التي تبدأ بالفم، من الفم، فنظافة الفم وصحة اللثة مهمة جدا في سلامة البدن كله وصحته جميعه. كل هذه الأمور قد تبدأ من الأسنان. وكما ذكرت لكم، وصايا الإسلام كثيرة بالأسنان، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالسواك مرات كثيرة، وبعضهم يجعلها مهمة وواجبة وليست سنة فقط لصحة الصلاة والوضوء. لابد من أن نهتم بذلك وأن نحرص عليه، والله عندما يصبح هذا عادة فسيكون سهلا. نحن أنفسنا ما رح نستطيع أن نتخلى عن نظافة أسناننا. لن يستطيع إنسان أن ينام دون أن يفرش أسنانه. والحمد لله السواك سهل الحمل، ويمكن كما هو يعرض الآن في مغلف من النايلون يحافظ عليه وعلى نظافته. فقبل أن أدخل المسجد أتسوق، قبل أن ألتقي إنسانا أتسوق، في كل مكان أذهب إليه أتسوق، لأن كما تعلمون قد أعانق صديقي ويعني يشم ما في فمي من رائحة، وهذا مدخل لكل حديث. حتى كثير من الأطفال، تعرفوا الأطفال يكونون صريحين، يعني مرة في مقطع ربما شاهدتموه كيف الطفل يجلس في حضن أبيه وقد شم رائحة فمه، فنفر وعبر بصراحة ببراءته، لا يستطيع أن يجامل وأن يخفي مشاعره، فعبر عن ضيقه برائحة فم أبيه. ليس الأمر صعبا كما قلت، إذا كنا غير معتادين على هذه العادات الصحية، لكننا بالممارسة إن شاء الله سنعتاد عليها وتسهل علينا ونجدها جزءا من يومياتنا، من أعمالنا اليومية، لا نستطيع نحن أن نتخلى عنها. وإذا تأخرنا عنها فستجدنا سريعين إلى الحرص عليها والقيام بها. نظافة الوجه، نظافة الأيدي قبل تناول الطعام، نظافة الأبدان كلها، بالحرص على الاستحمام دائما، خاصة نحن في بلاد حارة فنحتاج إلى كثرة الاستحمام. والحرص على هذه النظافة له فوائد كثيرة كما ذكرت، طاعة لله وطاعة لرسوله، ووقاية من الأمراض، وتحبيب الناس لنا وارتياحهم إلينا، والمحافظة على بشرتنا سليمة أيضا من كثير من الآفات التي تنتج التهابات الجلد عن قلة نظافة هذا الجلد والمحافظة عليه. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.